أنا الرحمن وهذه الرحم، اشتققت لاسما من أسمائي، فمن وصلها وصلته ومن جفاها جفوته. وده ليه؟ علشان ما فيش عائلة تكون مستوفية القدرات في الحياة، بل لا بد لسنة الله في الكون أن يكون البعض أدنى والبعض أعلى. فإذا ما استطرق الغني عند الفقير أو العالم عند الجاهل أو القوي عند الضعيف حصل توازن في الكون. نعم، وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لا تشك فيما وهبت من قوة. الله. ولذلك قل عندما ترى أي قوة فيك، قل إنها هبة الله وإن شاء سلبها، فما تغترش. ماذا قال قارون؟ ما قال قارون أوتيته على علم عندي، فقال الله له ردا كده، قال له طيب ما دام أوتيته على علم احفظه بقى بالعلم. نعم. فخسفنا به وبداره الأرض. نعم. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون ذاكرين لقدرة الله الواهب. نعم. ولا نغتر بأي نعمة قد تزول منا لأنها ليست ذاتية فينا. نعم. والذي يفخر إنما يأتي بشيء ذاتي فيه. نعم. إنما شيء موهوب من الغير ما يضمنوش ده بقى. نعم. وأن أتكلم بمر الحق. قال لك مر الحق يعني. قالوا عن الحق أنه الشيء الثابت الذي يهفو إليه الناس حتى أصحاب الباطل. الله. يعني الرجل صاحب الباطل لما يكون له حاجة يقول لك أنا عايز حقي بس. فصاحب الباطل عايز حقه. صاحب الباطل عايز حقه. نعم. الله. إذا الحق شيء ثابت. وما دام شيء ثابت فيه ناس مبطلين عايزين يعيشوا عالة على المجتمع بلا جهد، يقوم يظلموا الناس. إما أن يظلمهم بالكلمة أو يظلمهم بالفعل أو يظلمهم بسلب ما عندهم. نعم. معناها إيه؟ أنه يستقل هبة الله عنده ويستكسرها عند الغير، فيأخذ من الغير ليزيد من نفسه. نقول له أنت تمردت مرضين، تمردت على وضعك بالنسبة لله وتمردت على وضعك بالنسبة لعمل الله في الأقوى منك. نعم. تبقى أنت ظلمت في ناحيتين اثنين. نعم. وما دام ظلمت في ناحيتين اثنين. أيوة. يبقى الله سبحانه وتعالى يتخلى عنك بالحول والقوه ويقول لك هات بقى حول وقوه من عندك انت بقى، شوف انت بقى ما دام انت اللي بتجيبها. نعم. 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 ولا تاخذني في الله لومه لائم. نعم. ليه؟ لان الحق سبحانه في الله يعني لا تاخذك في الحق، لان الحق الخلق كلهم عياله. نعم. ما اتخذش ابن. نعم. ولا اتخذش صاحبه، لا ابن ولا صاحبة. نعم. والفساد عند النفوس إنما يأتي من الابن ويأتي من الصاحبة التي تغريه بباطل. نعم. أو الابن اللي دخل ما يقضيش طموحه، يقول لك ده الواد فلان جايب عجل، الواد فلان بيجي في عربية، الواد فلان لابس بدلة شكلها كذا، وانت ما عندكش، تقوم تضطر انك انت تعمل ايه؟ ترتشي، تظلم، تسرق عشان تخليه زيه. نعم. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم ايه؟ تحذرهم. نعم. يوم الحق سبحانه وتعالى عايز كل واحد يرضى به، من رضي بقدري أعطيته على قدري. الله. نعم. وأن لا أسأل الناس شيئا. ولسه. والحق دائما. نعم. مر، والحق سكين. ليه؟ لأن اللي بتقول له الحق ألف أن يغنم من الباطل. وما دام ألف أن يغنم الباطل، أنت بدك تضيع غنمته دي. يوم يكرهك ويبقى كلامك تقيل على قلبه. ولذلك شوقي لما قال النصح ثقيل، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، الحقائق مرة فاستعير لها خفة البيان. يعني لما تيجي تنصح واحد ما تنصحوش كده قلائل، لأنك أنت بتخرجه عما أحب وألف، فلا تخرجه عما أحب بما يكره من الأساليب، لازم تخرجه عما أحب إلى شيء أحب مما أحبه، وهو انك انت تقول له اللهم اطلع عليك وحيجازيك والله مش عارف ايه وديك ولا الله. ولا اسال الناس شيئا. لا، الحق سبحانه وتعالى في كلمه الا اسال الناس شيئا اي لا احتاج اليه. نعم. انا عندي ما يكفيني، او متادب، لان السؤال معناه شكوى من الله انه ما ادانيش. لكن اذا لم يكن عندك فمن حقك ان تسال، بدليل أن الله جعل للسائل حق في مال الصدقة. الله. حق في مال الصدقة. الله. ولما ما يسألش يأسم، يقول لك ما اسألش ويموت من الجوع. ما اسألش ويبات عريان، نقول له لا، شرع الله لك أن تسأل، لأنك إذا سألت أخذت حقا لك،
لأنه وفي أموالهم حق. نعم. وإذا سأل الإنسان حقا يبقى ما هو الظالم. الله. إنما السؤال المعروف أن تسأل ما يزيدك عما فوق ما تحتاج إليه. الله الله. نعم. الإمام نختم هذه الوصية بنصيحة كريمة من فضيلتكم. أن يرضى الإنسان بما قسمه الله له. الله. وأن يعيش الإنسان في مستوى ما وهب أولا. فلا يفرض له حياة ثم يخضع الدخل لها. لا يخضع الحياة للدخل اللي عنده. الله. يعني واحد مثلا موظف بمئة جنيه وزميله موظف بمئة جنيه يا أخي. لكن أنا أبوه بيديله 50 كمان. نعم. وأنا أبويا فقير بديله 30. يبقى مرتبه 150 وأنا مرتبي 70. يبقى ندخلنا نشتري بدلة هو يشتري بعشرة جنيه المثل وأنا إن كنت برحم نفسي أشتري بخمسة جنيه برجولة. الله شيء الله وما ما خجلش اقول له ربنا يخلي لك ابوك يقول لك هات من دي اقول له لا ربنا يخلي لك ابوك